في دندن. معقول راسك جميل؟ بس بيناتنا اكيد عنده حدا نور. انا اكيد. شو ما في ما بتزهق من هالخبريه ماما؟ حبي بقاره بعطي اجريك ما حطيتهم بالصحن. يسلموا نجا. يا الله جاكو كينيدي عندي انا ولي. بعدك زعلان مني جمول؟ لا مش زعلان. ننننا هاي بنتي زمرد. ننننا هاي ام زمرد. دندن اللي خلف ماما. دندن معقول راسك جميل؟ شو عملت؟ مدي نايم. نايم؟ كيف تحط اجرك اللي مثل لوحة الثلج على اجري؟ انا بقسم. شوفي لها الصريخ من الصلال فوق هذا كله. طلعت لامك كمان من باب التنويع. بنوي ايه جيمبو؟ لا مان هي بدها. لك يا نور عم قلك صاير مثل السكر. جبتي لي شربي حبيبي. شربنا عنيد فودكا ورجعنا فتنا على الأوضة. فقع نومي مثل الفيل ما عاد شي بهزه. بس بيناتنا أكيد عنده حدا نور. أنا أكيدة لأنه هو إذا بصير له كل ليلة ما بقول لا. بس صرت مهووس مان أنا تحبل. عم تتخيل ساري مثلا هيك نصحاني وكلها سيلوليت ونق ونكد. تصرفاته مش كتير موزونة. صاير كتير غريب. جيمبو انت اكيد وصفت لي شوت بوعي. لانه لما الرجال ينام حد مرته بيخفى بثلاث دقايق اكيد بيكون عم بفش خلقه برا. ما هيك؟ مان اكيد انا ما بشك فيك. بالعكس جاد. ليك باي باي. شكلها طلعت من الدوش. باي حب كيسز جاد. يس. انت مين عم تبوس؟ رقم غلط حيتي. غلط وعم بتبوس وتمجي؟ انه حياتي الزلمه صار ضايق شي 10,000 مره هيدي الجمعه. معقول يضلني احكي بنشاف؟ مش عارف بدي احكي سؤال. رح ضحكك اكثر بعد. حلو العيد. هيك الزينه والطرقات والشوارع شي بجنن. يا الله والولاد. شو ما في ما بتزهق من هالخبرية ماما؟ ببيت فاضي ايه بزهق. ماما ليك حبيبي ومرتك قلب تضل قايله وعم تغنيش لحالها مثل بنت 17 سنة. بتعرفي شو؟ نازل على السوق جيب لي كم غرض. لا قعد قعد خلص سكرنا نحن خلصنا بطلنا نحكي قفلنا على الموضوع. قعدنا ها. ليك حبيبي كيف شغلك؟ الحمد لله تدفيش بس انه ماشي الحمد لله. ليك هيدي منيجي هالجارة.
هدول اشتروا الشقة الشهر الماضي. والله شو هالشقة في ايدي؟ مقدمة. ليك حبيبي مجوزة؟ عم بسألك مجوزة؟ ايه مجوزة ماما. ايه الله خليها يا لجوزة. امي عندها ولاد؟ بعدين خلص ما خلصوا. اوكي امرنا لله. بجيب ستارن. هيدي هي الخبريه الطبله فيها راسي من الصبح. لا 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 هذا موضوع ما له علاقه. في مجال تبى تقلي الموضوع اللي له علاقه؟ الموضوع انه روكب فوت بخد لي غطه بتكون رجلجت. لا بس ما انا اونستي يعني انا مغروم بقيتها. ليش عم تضحك؟ هنبلا عم تضحك؟ مش عم بضحك؟ هنبلا هيدي هيدي لأنه من فرحة الألاك. هيدي الفرحة يا زلمة. طيب هلا بدنا نعرف كيف بدنا نفوت فيها بالعرض لأنه أنا حبي بقاري. وهي محافظة بتعرف يعني عايشة مع خيا وعارف كيف. بعدين أنا إذا لحقت وضلق غرامي بصير مثل الصوص والشوكولاتة. عرفت كيف؟ لا ما عرفت كيف. صوص شوكولاتة ولا شوكولاتة اللي بتصير تفرفر البربر البربر. طيب بصير... طيب اوكي اوكي بس حاول لما بدك تحكي معها يكون في متر ونص بينك وبيننا. طيب يلا خلص احكيها انا صرت جاهز. احكيها لمين؟ لدونزيل. يا انا بعرفها؟ مين؟ بس ما بتقول حدا. اكيد قل لي مين؟ دونزيل سالي. دونزيل مين؟ سالي. سالي وصفه؟ ولا سالي مجوزه؟ طيب وزا حبيبي جميل مين رح يسرق لك صحنك؟ من عبكرة بعدني على فنجان قهوة، خليني اكل عرواق. لك وين عم تاكل عرواق؟ عم تهرش هرش مثل حوش بيافرا، بعتي اجريك ما حطيتهم بالصحن. يسلموا. بتعرف عمتي شو كانت تقول؟ كانت تقول انه الانسان بيحفر قبره بملعقته. معها حق والله. وكانت كمان حتى تجبر حالها تاكل على مهلها، كانت تستعمل ملعقة صغيرة وكانت بين اللقمة واللقمة تريحها على طرف الصحن. لكن انت بتعرفي عمتك قد ايه كان عمرها لما ماتت؟ 45 سنة. ايه. شفتي كيف يعني؟ نعم ما شفت كيف جميل. عمتي ماتت لأنه ضربتها سيارة هي وظهرها من المطعم من بعد ما كانت عم تتغدى هي وأصحابها. شفتي كيف؟ لو عمتك كانت عم تاكل بسرعة كانت ظهرت من المطعم قبل ما تمرق السيارة لتشطها. نظراً للاستنتاجات والاستعلامات اللي صارت هلأ عم فكر اكل أنا بملقعة السكة بصراحة. ها طيبتي على قلبك 100 سنة زيادة. كلي حياتي كلي كلي قبل ما يبرد صحنك. ضيعاوي سبحان اللي خلقك من احلاك حبة ملبس بتخلي الشمس تحترق للغيرة. طب شني يا مجدودة شو بتفهم كلك ذوق. سبحان اللي خلقكم انتو من احلاكم. مجمع ملبس هيدا بخلي الكواكب تغار منكم. ما شاء الله أحليكم لكم كيف عم يشيل كرجة حجر كرجة حجر.
ايه انت بدك رجيم، انت لازم تعملي رجيم، ما بيسوى هيك. لك العظامي رح تنبق على الرجيم، قال صفيانه مثل الخيال. هيدي ام سهير شو عامله بحالها هيدا؟ شو عامله بحالها؟ لك في منفقه كلها سوا. شو هيدا ام سهير؟ يا مقوص، طلع كل هالكلام الحلو مو قليل. إلهي وسيدي مولاي، تكمشك الشرطة بحارة سد. بخيل بعزق جي، بخيل وميت بخيل جامعة بعزق. انت مش بس بخيل جميل، حلوة هي جميل بخيل، انت قدير يعني لدرجة حتى إذا شفت الطور ممكن تحلبه. يجوز يكون معك حق، بس لمعلوماتك ست دندن، في كتير رجال مثل حكايتي مجوزين نسوان عطرزك، بس أنا قد ما حظي عاطل كل النسوان مجموعين فيكي. أنا فايت أتحمم. إيه نعيمان، خد معك قنينة مي من المطبخ لأنه ما بدي تهدر لي مية الخزان. بحب ذكرك أنه الستان صار بيكلف دكة هالأيام. يا دازل الطوف، يا دازل الطوف، دازل الطوف. مجيد مجيد، شوفي ما عمش منه متقيل مجيد. يا الله انت ما بيحلينك عيش إلا ما تفيق العالم. لك في أصوات برا، قوم شوف مين. شو بدي شوف مين؟ أصوات ما كل البلد عم تصوت. شو أنا شرطة؟ لك مو شرطة، بركي حرامية، بركي الجيران عم يتخانقوا مثلا. مثلا حرامية؟ ايه يقوموا يهجموا علي. لك قوم شوف مين. يلا شو بوضلة. اخ يلا لحق لحق. لحظة مدام، إذا بتريدي ما بيصير. اكسكيوز مي، لك لحظة ما بيصير. شو فوضى هيك قصة سابة؟ او ماي جاد بليز مسيو. لك يا دانزيل الطوف، دانزيل الطوف. شات اب. قريلي لك ايه بلا سؤال جيت. ها شو صايتني واقفة برا الباب؟ وحياتك دانزيل الطوف، أنا ما خليتها تفوتها. شوفي لأن طرقتني دفشة سلام دانك من الأسانسير جبتني لهون. دفشتك على الأسانسير؟ بدل المدام هون. إيه جاكوب كينيدي عندي أنا ولي بنتي حبيبتي زمرد طابريني. قلبي ما عم بحضر. عم تحضري؟ ما عم تقري؟ يا هاي يا هاي. بعدك زعلان مني جمول؟ لا مش زعلان. بلا زعلان مبين عليك اني حافظتك مثل جايبتي، زعلان ونص. طب حبيبي مش انت قلت لي انا باخدك تشتري كادو مش احسن ما اشتري لك شي مش عايزتي؟ بتقوم بتشتري شي عندك منه 25 قطعة؟ اشتري على القليل شي مايكروويف جديد، شي مكواية على البخار. بخار؟ إذا شي جميل أنا البخار اللي حيضرب براسي. معقول أنت؟ ما بيكفي عملت لك فام دوميناج وطبخها 24 على 24، كمان بدك تشاريني كادو ينفعك إلك؟ بتقوم تشتري بوت؟ عندي 25 بوت، شو بدنا نعرف فيهم كلهم بالغزاني هون؟ إنه حتلبسيهم كلهم فرد ضرب يا دندن. ليك جمول، نحن بالبيت هون كم تلفزيون عنا؟ ما حدا جايب سيرة التلفزيون. أنا قلت لك اشتريت تلفزيون شي؟ جاوبني على السؤال، نحن هون كم تلفزيون عنا بالبيت؟ 2. منيح؟ مزبوط 2. أنت وقتها بتحضر متوشة الفوتبول بتفتح التلفزيونين بتحضرون عليهم اتنيناتون؟ أكيد لا. فهمت هلأ لشو البوت؟ فهمت فهمت لشو البوت. فردة حياتي التانية. لك يا عمي برد. البس البوت بدفيكي. لا.
لك شي حياتي؟ صار لك شي حياتي؟ شو عم تعملي هون؟ أنا؟ عم بشرب مي. عم تشربي مي من الشتلة؟ بتضحك حبي من الشتلة. عم تنبشيلي بتليفوني سالي؟ شش، وطي صوتك، في ناس نايمة. نبشيلي بتليفوني؟ أنا؟ لا، شو كنت عم بقى، كنت عم شوف الساعة. بس سالي حبيبتي تليفونك محطوط حتى التخت وفي ساعة، لو شو تتجي لهون؟ سالي ما عم بفهم أنه صارك ساعة عم تنبشيلي بتليفوني ليه؟ لك لا يا عمي، مش عم فتش لك بالتليفون، أنا كنت بس أنه اعطيني تليفون. ليه انت؟ لحظة، انت خايف كون عم فتش لك بتليفونك يعني؟ طال انت بكي شي براسك؟ اعطيني تليفون لهون. اسألت جيمي حبي. عفكرة بما انه في وحدة حال بيني وبينك، بوصلي اياها لجيمي وقلا بونوي، بس تبقى غير لها اسمها على التليفون، لانه مش حلوة بحقك تبوس رجال حبي. كسس جادو. دندن، معقول انت؟ هدي حبيبتي، هدي. شو في؟ هدي بلعي. لك شو هيدا؟ بنادول. ليش البنادول؟ بك شي انت بعقلاتك؟ لا، ليش؟ لشو بدي اخذ بنادول؟ عم تعيني بعض نزلي مشان تاخذ بنادول؟ يا حياتي هذا كرمال وجع راسك، ما عم بيوجعك راسك؟ لا انت اكيد مش طبيعي، مش طبيعي ابدا. تمام، مش عم بيوجعك راسك. طيب حياتي وراكك، اسنانك، جسمك، كذا، كل شي تمام؟ انت واحد مجنون، عن جد مجنون. ها، اذا هيك روعه، يعني في مجال. لك بعد عني شعري. شو في حياتي؟ ايه، في مجال، بس للصراحه ما في قبول، ما في. ما في قبول؟ شو عم بقدم على الجامعه؟ انا بخدم، انا الراسي عم بيجعني. عشو موتر هالقد؟ ما بدي فشل لك خلقك، بس انت كامشه. برخيك دندن. خلص طب خلص. نننا، هاي بنتي زمرد. نننا، هاي ام زمرد. يعني مشهد مؤثر فعلا. بس بدي اعرف شغله ست لطيفه، انه ديك عامل لك وكاله انت وبنتك حتى تصحوا الناس قبل طلوع الضوء؟ او ماي جاد، بس ما حرد عليك هلا لانه لسه مخي شغال على ساعه كندا، بيجي الوقت المناسب برد عليك الرد المناسب. لك اتركينا منه، عملتي له اهميه. اسبلي. اوكي مامي. حبيبتي زمرد، ليش ما قلتي لي انك جاي؟ او ماي جاد مامي، I'm very sorry. I forget it. Sorry mommy. I miss you very much. مين ميس يو؟ يك شلت لك قد البحر وسمكاته، حبيت اعمل لك اياها سربرايز مامي. ياي شو بتحبي المفاجآت حبيبتي. طيب عم ابو مجد، انا هستاذن حالكم شوي، انجاجي لانه في شنط تحت حنزل اجيبهم. ايه لازم ترد لها الجميل، قد ما تفشتك على باب الاسانسور رد لها. ايه جايب تجيب الشنط؟ هول الشنط مليانين سكري، ناتعه مع السكري من كندا بالاطنان. هلا انت وياها الهوبره كلها مشان اطنان سكر؟ لك تقبريني على الضحكه، ما احلاها، اشتقت لها كثير. هلا؟ ايه؟ ما عم بعمل القهوة؟ لا معلش، غير مرة، لكن بدي اقول لك شيء، اوعى تخلي جميل يعرف شيء لأن ما بحب الاخبار. اسمعي شوي. خدي هول، بتاخدي 3 حبات على بكره بس تقومي من التخت،
وبتوقف على المراية بتبرمي ثلاث برمات. نعم؟ شو هيدا؟ حبيبتي أنا رحت عند واحد بتعرف ليش مش عم تحبلي، قال لي عملي لي كتيبة. شو هالمسخرة يا هدى؟ يا عمي كم مرة صرنا قايلين لك أنا وجميل مش مفكرين نجيب ولاد هلا؟ يا عمي خدي 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 ما تخلي جميل يعرف وخبيه. يا هدى أنا ما بي خلص تاكسي ناطرني تحت يا عمي مش معقولي أنت ليك بدي إجي تاني مرة شوفك أختي كله. أوكي حبيبتي يلا تقبليني ما بستك تعالي بوسك تعالي بوسك تعالي إيه يلا باي باي. وين صفيتها؟ إن شاء الله ما يكون بلاش. That they will ask us to do this. بتخيل حتشوفون هيك في هالأحد على المسرح. على عيونك على هالفستان شو حلو. يا ترى مين مساوي اليوم؟ إن شاء الله يقدوا هلا تقدمة مين؟ يا لطيف يا لطيف، يا هيك النسوان يا بلا. مو مثلك. رجع بالي أسألك سؤال أنا. شيلي قلبي وجاوبيني. خالي؟ هلا أنا بدي أسألك سؤال خاطر على بالي من أول ما إجيت لهون. هلا أنتي جنابك يعني يلي خلفتي لنا التحفة النادرة، التحفة الفنية، عمي جلوري يعني قصدي عمي مجد ويا على عيونه شو سئيل، وأنتي كمان فعلا فعلا اللي خلف ماما. بونجور حياتي. يصح النوم. ستوب 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 ستوب. شوفي ما تشرب الشهيد بك شي دندن. امك عملي كتيبي كتلك سمعتك. شو بك اخوتي انت؟ بك يا ديانا شو بك؟ ليك تخبرني ماما حق معك. بشو امي؟ ما تجيب ولاد ع الله. اذا هالشكله ما بدي ولاد. بك شي دندن؟ ماما وام حلق ما جا 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 جا